اهلا بيكم حبايبي الغاليين، ونبدا النهارده اول حلقه من حلقات سلسله اخطر كلاب في العالم. واول كلب هنبدا بيه هو الكاني كورسو. تعالوا نشوف تقرير عنه من داخل بيت الكلاب الامريكي. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. كلب الكاني كورسو كلب ذكي قابل للتدريب وبيحمل صفات الحزم والثقة المنقطعة النظير. Take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from. تعود سلالة كورسو إلى العصور الرومانية القديمة، واسم الكلب الكاني كورسو دي باللغة اللاتينية وترجمتها كلب حارس شخصي. يبلغ طول كلب الكاني كورسو 28 بوصة من الكتف، وبيصل الوزن أكثر من 100 رطل. المواصفات الجسدية: رأس كبيرة تعبر عن الانتباه، وعضلات قوية تحت فروة قصيرة، مظهر مهيب، وده بيكون الخط الدفاعي الأول ضد الغرباء. ومن السمات الأساسية للسلالة الذكاء والإخلاص الشديد لصاحبها، ولكنها أيضا تمتلك العدوانية الشديدة، والمالك لازم يكون عنده خبرة في تربية الكلاب علشان يعرف يتعامل مع النوع ده من الكلاب. كلب الكاني كورسو بيحمل قوة عضة بتوصل 700 رطل، ودي أقوى من عضة الأسد اللي بتوصل 650 رطل لكل بوصة مربعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من سلسلة أخطر الكلاب في العالم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هيكون لينا موعد مع نوع آخر من أخطر الكلاب في العالم. تابعونا وما تنساش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأشوفك إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.